هاي خالي رفا، بس هلا بشار بيبعت لي بيقول لي كود ان بروجريس مشان انضم وما عود كثير احكي كثير. لا والله لا والله بلا علمتك قايلت لك انا بعرف. اهلا وسهلا فيكم. يلا هلا انا بعد كلامك شوي كله فايدة والله. الله يخليك، انا بعد شوي انا ما بعود كثير، لا دخلني ولا بفهم، حاقعد على طرف واتادب واشتغل بالكامبين تبع سحر وانتم اشتغلوا على التكنولوجيا. اوكي يا رب يلا نبدأ، لأن نستنى شوي شو بتحبوا. بشار انت بتقرر، انا ما دخلت. برأيي خليه يبدأ، صرنا 19 نحن. خلص خلص نبدأ، تمام، توكلنا على الله. السلام يلا عليكم تفضل. جميعا. الشاشة مشاركة، ما هيك؟ شايفين الشاشة؟ ايه بعتقد ايه شايفينها شايفين؟ صح؟ تمام. السلام عليكم. هلا جلستنا اليوم راح تكون هيك مقدمة عن الذكاء الاصطناعي، عن هيك استخدامه بحياتنا اليومية. طبعا بنهاية الجلسة راح يكون في مثال كمان بسيط باستخدام البايثون، راح نشوف شلون قديش حاليا بالموارد الموجودة قديش راح يكون سهل نحن نطبق خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط وسريع. هلا بعرفكم عن حضرتي عبد الرزاق زكية، طالب هندسة حواسيب، ماجستير حاليا، ان شاء الله راح تخرج قريبا، وبعمل بالعمل الحر بشكل عام، تصميم مواقع وتطبيقات ويعني شغلات بيشبههم. هلا شو هدف الجلسه كلها؟ الجلسه كلها هدفها، ما هدفها تعرفوا تبرمجوا، يعني طبعا ما راح نقدر بنصف ساعه او ساعه نخليكم تعرفوا مثلا تبرمجوا تطبيقات ذكاء اصطناعي او الى اخره، او تفهموا كل الذكاء، يعني طبعا لا يحصر بنصف ساعه او ساعه. هدفي انه خليكم تحبوا الذكاء الاصطناعي، يعني هدفي من بعد هالجلسه تكونوا متحمسين انه تدرسوا الذكاء الاصطناعي لحالكم، تفتحوا دورات، تخلصوا الدورات وتتقدموا لحالكم بهالمجال، فهذا هدف الجلسة الكلي. طبعا خلال الجلسة رح نعرف شو هو الذكاء، ممكن نعرفه بأحد التعريف البسيطة، شو ممكن احنا نشوفه بحياتنا اليومية، ومثل ما قلنا بالنهاية رح يكون في عندنا كود بسيط بالبايثون. هلا محتويات الجلسة، أول شيء رح نحكي شو هو الـ AI، إذا عم بستعجل أو الصوت ما واضح ممكن تعطوني خبر، يعني قاطعوني ما في مشكلة. إذا عم بحكي بسرعة أو شيء مو واضح من ناحية الصوت أو الصورة أعطوني خبر. هلا محتويات الجلسة رح تكون مقدمة، تفضل. لا لا بعتقد انه واضح الصوت، ما في شيء عم بقول، انا من نعم عندي سمعته وانا بالشام يعني. إن اوكي شاء الله. تفضل. نعم، محتويات الجلسة رح تكون تعريف عن الذكاء الاصطناعي شو هو، بعدين رح نشوف مع بعض نحن شو هو استخداماته بحياتنا اليومية، ممكن بحيث بإدراك أو بدون إدراك عم نستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى، بعدين رح نحكي نحن عن بعض أنواع فينا نقول خوارزميات الذكاء الاصطناعي أو أنواع لتطبيقاته. بعدين انه اي مشروع انا بدي اسوي مشروع ذكاء اصطناعي شو هي الخطوات الرئيسيه، مثل ما حكينا رح نشوف نحن عندنا بالاخير تطبيق بسيط. هلا شو هو تعريف الذكاء الاصطناعي برايكم؟ شو هو تعريف الذكاء الاصطناعي؟ حتى بحب هيك تشاركوا مع بعض، يعني هي ما انا جلسه اعطاء، فينا نقول مثل هيك عصف افكار او نحكي مع بعض اكثر. فبرايكم شو هو الذكاء الاصطناعي، تعريفه او شو ممكن تعرفوه بكلمات بسيطه، مو تعريف الرسميه او تعريف الاكاديميه؟ إذا حدا بحب مثلا يرفع إيده يجاوب أو بتحبه على الشات كمان بصير، توقع بشار فينو يعطيكم صلاحية أو يختار حدا ليجاوب. رامي تفضل. لا، الذكاء الصناعي ممكن نقوله على أي برنامج ممكن يتعلم من المستخدم، شو عم يدخل بيانات، أو ممكن يتعلم من أي شيء البشر عم تروح تدخله الكمبيوتر، فبصير بيعطي نتائج بناء على الشيء اللي عم يوصله، والنتائج بيحاول يوجهها بحيث انه يعطي شيء مفيد منها غير المفيد منها. تمام، صحيح، كثير حلو الجواب، حكى كلمة كثير دقيقة، إنه هو برنامج بالأخير، يعني ما عم نخترع اختراع، بس هو برنامج بتعلم مثل ما حكى، قال مثل بتعلم. ففرق البرنامج الذكاء الاصطناعي عن البرنامج العادي إنه الذكاء الاصطناعي نحن عم نعلمه، ما عم نقول له شيء، عم نعلمه إنه بطريقة ما خليه يتعلم، بعدين هو بيعطيني نتائج بحلل لي النتائج. هلا هو مكون من كلمتين من اسمه مبين، يعني ذكاء واصطناعي. الذكاء هو الذكاء البشري، نحن طريقة معالجتنا للحلول، إيجاد حلول، معالجة الدخل، نحن عندنا دخل كبشر، عندنا دخل من المحيط، يعني سواء بالنظر، بالسمع الى اخره، فنحن عم ناخذ هذا الدخل بنعالجه عن طريق ذكائنا، بنعالجه وبنعطي نحن نتيجه. فاصطناعي ليش اسمه اصطناعي؟ لانه نحن عم نحاول نخلي الاله او الكمبيوتر او الحاسب او مهما كان الجهاز، عم نحاول نخليه يسوي نفس الطريقه، ياخذ دخل، يتعلم، يعطيني نتيجه. هلا ما بعرف اذا حدا شايف قبل هذا الروبوت، حدا شايف؟ أسألك تفضل خالد. سؤال عبد الرزاق، أنت اكيد استخدمت كلمة دخل، أنا بلاقي إنه يمكن مدخلات،
لانه الدخل، انا اول ما انت قلت لي خطر لي الدخل مثل الدخل المادي الانكم، ايوه يعني صحيح. فهي مدخلات، يعني هي معلومات بتجينا ونحن بنحللها، او حتى مو معلومات، احيانا شيء بنشوفه مو ضروري، يعني المعلومه ايا كان مصدرها حسي او بشكل اخر، صح؟ صحيح اوكي صحيح، الله يعطيك العافية. صح، دي ما شاء الله بتذكر في الإنجليزي، يعني هي بالإنجليزي input كانت، فممكن مثل ما تفضلت خالي رشا إنه ترجمتها للدخل هي خاطئة مثل هذا الدخل المادي، فهي صحيح الكلمة اللي ترجمتها الأدق مدخلات، إنه مثل ما تفضلت إني أنا عندي النظر عم بيعطيني صورة أو فيديو أو عندي الصوت، فهذا عبارة عن مدخلات، أنا عم باخذ هالمدخلات وبعالجها حتى آخذ بالأخير نتيجة. هلا بالنسبة لهي الصورة عندكم إياها شايفينها حاليا، حدا بيعرف شو هي الصورة أو حدا إلها اسم، إلها جنسية كمان هيك إذا حدا سمع فيها من قبل؟ صوفيا. ممتاز، هي صوفيا. شو قصتها هي صوفيا؟ هي روبوت عم يخترعوه، كان يعني بيقدر يحكي مع البشر ويرد ويبدي ايموشنز، يعطي ممتاز مناظر. صحيح صحيح، فهو بالأخير عبارة عن شو، مانو بشر، هو عبارة عن آلة، آلة حطينا لها ذكاء اصطناعي، حطينا لها ذكاء، فهي شو هي الذكاء فيها، صارت مثل البشر، عندها دخل، عندها مدى عفوا مدخلات، عم تنظر، عم تعرف تعالج الصورة اللي هي عم تشوفها، عندها معالجة مدخلات السمع، فلما نحن بنحكي معها هي بتفهم نحن شو عم نحكي معها، بتعالجه بتعطيني جواب، عندها تعبير عن المشاعر عن طريق وجهها، فبالأخير هي عبارة عن شو، عبارة عن ذكاء اصطناعي، نحن جبنا آلة أعطيناها خوارزميات الذكاء، علمنا هي الآلة لحتى تقدر تعالج المدخلات وتعطينا بالأخير على سبيل المثال تعطي إجابات، ترد على أسئلتنا وهكذا. بالمناسبة هي عندها الجنسية السعودية اللي هي تقريبا من أصعب الجنسيات للحصول عليها، فعبارة عن روبوت صار عنده جنسية، بالمستقبل شو بصير بالروبوتات ما عندنا فكرة. مو بالنسبة محجبة عبد الرزاق، ليش ما مو يمحج، محجبة؟ ما ما له عنده شعر حجاب. ما بحجاب. طيب اوكي شكرا، يلا شفتوا الرقم، ما بعرف كان بدي أسألكم طلع بسرعة، عمر الذكاء يعني برأيكم هذا الذكاء الاصطناعي، هل المصطلح أو هذا العلم أي ما طلع قد صار له طالع، حاولوا تنسوا الرقم، يعني هل هو عمره 5 سنين 10 سنين 20 سنة، برأيكم علم قديم ولا علم جديد، علم الذكاء الاصطناعي بذات نفسه؟ مو وقت اكتشفوا الكمبيوترات من حيث المبدأ؟ يعني ولا ما كان بدأ؟ يعني لما كان الكمبيوتر نعم غرفة، لما كان مين فريم، نعم وهذا الكلام بعتقد بالستينات تبع القرن الماضي بالنسبة لكم يعني، نعم ولا بعد، ولا بعد؟ نوعا ما، بس فينا نقول نحن حتى بالضبط اول كلمه، اول ظهور لكلمه الذكاء الاصطناعي ضمن مقاله كانت 1956، كان في مقاله من احد الاشخاص تحكي عن الذكاء الاصطناعي، اسم الشخص كان جون ماك كارثي او ما بعرف اسمه بالضبط شو بالفعل، فكان هي عباره عن اول مقاله حول الذكاء الاصطناعي، هو دعا لمؤتمر كانت تجتمع العالم تحط تعريفات للذكاء الاصطناعي يناقشوا موضوع الذكاء الاصطناعي، فهذا كان عباره عن اول ظهور له بشكل اكاديمي، يعني موضوع قديم كثير. هلا شفتوا بالتعليقات قالوا 20 سنه او الى يعني مهل الامر مثل ريبال قال 20 سنه، هلا من 20 سنه حتى الان صرنا نحن نشوف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحلوه، التطبيقات المفيده تبع الذكاء الاصطناعي، طب ليش ما شفناها من زمان؟ لانه حاليا الحواسيب صارت متطوره اكثر، تعالج بشكل اكبر، حاليا انت على هاتفك عم تشغل ذكاء اصطناعي بدون ما تحس، فسابقا ما كان فيها الامكانيات لان احنا نقدر نسوي تطبيقات ذكاء اصطناعي ونشوفها بعيننا، فاخر فتره فين نقول حتى 10 12 سنه بالضبط، يعني قبل ما كان كثير الذكاء متطور، صرنا نشوف التطبيقات الحلوه للذكاء واستخدامها بحياتنا اليوميه، صرنا نحط الذكاء باي شيء، نحطه بالهاتف بالغساله بالبراد، فصار فينا نستخدمه بحياتنا اليوميه، لذلك ممكن نقول او واحد يفكر انه صار له 10 20 سنه، لا هو اقدم بكثير من هيك. هلا حتى نعرف الذكاء الاصطناعي في كثير تعاريف شيء اكاديمي، بتوقع بشار بيعرف فيهم اكثر مني، هلا انا جبنا لكم التعريف الابسط، التعريف الابسط للذكاء الاصطناعي عام 1950 في طلع شيء اسمه التورينج تيست او اختبار تورينج. قال شو هذا الاختبار؟ قال انا بجيب مثل حدا بده يسال اسئله، تمام؟ على سبيل المثال جبنا خلي رشا انه هي تسال اسئله وحطيناها بدون ما تعرف من هن المتسابقين، انا احد المتسابقين وجبنا نحن حاسب اخر او ذكاء اصطناعي، ما فينا نقول ذكاء حتى الان، جبنا نحن حاسب اخر يجاوب على الاسئله. هلا رح يصير تم طرح الاسئله من قبل الشخص اللي هو عم بيعمل اختبار، فينا نقول اللي عم يستجوب، يعني هن هون مسمينه تمام انتروجيتور، يعني عم يستجوبك شخص، نعم عم نعم، بده يصير في عندنا مثل مستجوب مثل ما تفضل الخالي رشا، وفي عندي انا شخص حقيقي
بغرفة أخرى، وفي عندي كمان أنا آلة هلا بيقوم بعملية الاستجواب، عم بيسأل أسئلة فقط وبياخذ إجابات، بس ما بيعرف مين عم بيعطي الإجابة، هل هو الإنسان أم هو الآلة؟ بنهاية الاختبار إذا هذا الشخص المختبر أو المستجوب إذا ما قدر يفرق بين إجابات الإنسان وبين إجابات الآلة، فينا نقول عن الآلة هي ذكية. وصلت الفكرة؟ ما بعرف إذا وصلت تكون الفكرة بشكل دقيق. إني أنا عم بسأل أسئلة، يعني حتى شفت الدقة، تفضل الأكيورسي حتى يتأكد. فإذا كانت الدقة مثلا عالية بهاي الحالة معناته كانت الأسئلة متشابهة وما قدر يميز، فنحن وصلنا لمرحلة عالية بالذكاء الاصطناعي إنه صار نعم. عنده قدرة مثل قدرات الإنسان. إذا كانت نعم. الأسئلة فيها خطأ، أخطاء غير متوقعة، بجاوب أجوبة ما نعم. لازم تجاوب، فهاي بيعرف ساعتها إنه آلة وما عندها نعم. داتا بحد كبير. صحيح، يعني بطريقة أو بأخرى إذا عرف المستجوب إنه هالإجابات هي خاصة بالحاسب، معناتها خلص الحاسب فشل في الاختبار، ليس فيه ذكاء، هذا تعريف اختبار تورينج. أما إذا لا قال والله هذا إنسان عم يجاوب. تفضل. أنا فكرت غير شيء، إنه لمجرد كون الآلة عم تحاول تجاوب فهي هي عملية عقلية، نجاح نعم. وصحة الناتج بهيك حالة is irrelevant. أنت عم تسأل صحيح. آلة، وهالآلة حاولت تعمل شيء ما أصابت الهدف، بس هي عملت process. نعم. بس بينطبق اللي أنتوا عم تقولوه أكيد، بس يعني أنا لقيت إنه مجرد كوننا عم نحكي على آلة عم بتحاول تحاكي عقل الإنسان، تحاكيه بمعنى تشابهه يعني أو تقلده. نعم. هي فيها عملية يعني لحالها تعتبر شيء له قيمة. صحيح. طبعاً هل هو... نعم. نعم صحيح. هلا هو الاختبار ما في مثل ما حكى بشار إنه هل الإجابات صحيحة أو لا، إنه مثلا أخذ الحاسب 90% إجابات صحيحة، هذا لا يدل إنه هو إنه بشر مثلا. على سبيل المثال ممكن أنا أسأله سؤال اللي أنا ما بعرف ببحث لك لاحقا، ممكن هيك يكون جواب الحاسب، فهذا الجواب ما إنه صحيح هو، بس عم بحاكي سلوك البشر. بتلاحظوا بعض المساعدات الآلية على الهاتف تسأل سؤال بتقول لك ما بعرف، أو بتعطيك جواب بطريقة ما بحسسك إنه عم تحكي أنت مع إنسان، أعطاك جواب والله ما مرت علي سابقا. يعني إذا قال لك الحاسب ما مرت علي سابقا، ما رح تعرف هو حاسب أو لا، فهذا عبارة عن جواب فينا نقول نوعا ما يعني من ضمن السياق نقول ذكي. هلا أول مرة حدا تقريبا فينا نقول اجتاز اختبار تورينج كان شيء اسمه الـ IBM واتسون. هلا هي اللعبة ما بعرف أنا، بس هي عبارة عن لعبة أسئلة اسمها جيوباردي، لعبة كثير مشهورة. جابوا هاد جيبردي عبد الرزاق، جيبردي تمام. هي اللعبة الجيبردي جابوا حاسب اي بي ام واتسون، هو من شركة اي بي ام طبعا، طوروه بالذكاء الاصطناعي، دربوا الحاسب، عطوه فينا نقول دربوه كثير وعلموا الحاسب، وجابوا قال هدول مي اشخاص عاديين يعني جبناهم من الشارع تعوا تسابقوا معنا، قال لا بطلين العالم في هي المسابقة، يعني هذا بطل على العالم في هي المسابقة والثاني هو بطل كمان العالم بهي المسابقة، وتنافس معهم. قالوا هي أول مرة بيغلب الآلة بتغلب البشر بهي المسابقة، فهي كانت عبارة عن حادثة كثير مشهورة بال2011، الحاسب هو اللي فاز على الإنسان. هلا فينا نقول إنه طب شو فرق عن جوجل، يعني شو فرق الاي بي ام واتسون عن جوجل؟ يعني أنا بسأل جوجل بجمع إجابات، ما هيك؟ ما بعرف إذا حدا خطر على باله إنه أنا بقعد محله بسأل جوجل بيعطيني إجابات، ها معناتها جوجل ذكي. هلا جوجل طبعا ذكي عن طريق خوارزميات البحث، بس هل هو اي بي ام واتسون مثله مثل جوجل؟ هلا لا في فرق. قال هون شو الفرق؟ ما حدا عم بيقعد على الحاسب او ما حدا قاعد عند اي بي ام واتسون عم بيدخل السؤال بياخذ الجواب بيقرأ الجواب، قال هو لحاله عم بيسمع السؤال، عم بيسمع السؤال من اللجنه مثلا، عم يدور لحاله عن الاجابه، وغالبا ما راح يدور على النت، غالبا كان عنده معلومات من داخله نفسه، بعدها بيكون هو كمان بيقدر يعبر عن اجابته، يعني هو عم بيحلل مدخلات الصوت وبيتفاعل مع اللجنه مثلا لجنه الاسئله، بنفس الوقت عم بيعطي شيء عم بيعطي نتيجه، فهذا هو عباره عن ذكاء. اذا حدا عنده سؤال او شيء ممكن تساله مباشره، يعني ممكن اثناء الجلسه نحن نجاوب عليه. ممكن يفشل شخص بشري عن اثبت انه ذكائه بهالاختبار؟ ما اتوقع انه بالنسبه للتورينج تيست ما اتوقع حدا يفشل فيه. ليش؟ لانه اجاباتنا كبشر معقوله، لان احنا مثل ما حكيت الان سيرشا انه نحن ما عم نطلع على هل جواب صحيح او لا، نحن عم نطلع هل هذه اجابه بشر ام اجابه روبوت. يعني ممكن الروبوت مثلا بطريقه ما يكتب لي كل مره اجوبه نمطيه معروفه مثلا، على سبيل المثال يعني ممكن يكتب لي دائما مثلا يعطيني خطا او الى اخره، فهذا بين انه روبوت. اما الانسان يعني ما فيك تحكي انت مع انسان تقول والله هذا عم يحكي كانه اله، ما في هيك شيء، فاتوقع البشر ما راح يفشل بهي النقطه.
هلا اذا نحكي نحن عن الذكاء بحياتنا اليوميه، يعني نحن بشكل عام وين مصادف الذكاء حاليا؟ شو هيك اذا تعطونا اجابات؟ هلا بعرف في بالكيبوردات تبع جوجل على موبايلات اندرويد في ذكاء صناعي بيتعلم منك لما تكتب بسرعه، بيشوف وين انت عدد متخلف الكلمات بصير يصحح لك اياها بالحاله. ممتاز ممتاز، هي احد الامثله. مثل ما كمان تفضلت انت قلت كلمه بتعلم، يعني انا على سبيل المثال لما بكتب انا على الكيبورد عندي بيقترح لي الكلمات التاليه غير اللي انت بيقترح لك اياهم. يعني مثلا بكتب كلمه السلام بيقول لي بعدها عليكم، لحاله بيحط لي ورحمه الله. فانت مثلا ممكن تكتب السلام، انت ممكن من طريقه كتابتك تعلم هو انه السلام في العالم، فهو انت بتكتبه كثير فتعلم منك. فهذا مثال كثير كثير حلو، بتوقع بدون ما حد يحس عليه او ريحته تحسه عليه، انه انت ضمن كيبوردك معظم الكيبوردات او الهواتف في عندها هي الميزه انه انت بيقترح لك الكلمه التاليه بناء على نمط كتابتك في الماضي. يعني كل شخص بيختلف الاقتراح من شخص الى اخر. شو في امثله ثانيه ممكن كمان مرت عليكم؟ أعطيكم مثل خفيف دم بس هو بنفس القصة. عندي صديق اسمه أشرف، وقت نعم بكتب بالإنجليزي أشرف ASHRAF كان دايما يتصلح لي الكيبورد تبعي، عندي آيفون، يقول لي نعم أشتري، قل له لا مو أشتري، أشتري يعني صحن سيجارة. نعم يقول له أشرف، يقول لي أشتري، بعدين هلأ ما عاد صلح لي، صار بيكتب أشرف وقت بقول أشرف، صحيح تعلم. ما عاد عمل لي سبيل تشيك يعني نعم وغيره لحاله. تعلم لحاله، صحيح. فتعلم بعتقد تعلم من كتابتك انه انت بدك اشرف، حتى اتوقع ممكن تمام تعلم الكلمه اللي بعدها اللي عم تكتبي اياها دائما انه اشرف مثلا. تماما صار تطلع معي، تماما نعم تماما نعم صار بيطلع هيك. صحيح هلا غير السبيل تشيك ما بعرف، طبعا اللي عنده سيري على تليفوناته سواء اللي بيسألها، ما نعم هي ذكاء اصطناعي لازم اللي اكيد اكيد بتسأله 100%. ليش هلا ليش فينا نقول نحن ذكاء اصطناعي؟ انه اول شغله يعني انت غالبا بس صار عندك اله عم تفهم حكيك انت، هذا ذكاء، لانه فهم الكلام ما له برنامج طبيعي. يعني لما انا بفهم لما بقول انه هاو ار يو، هي عم تكتب لي انه عم تفهم كلمه هاو ار يو شو معناتها، او على الاقل عم تكتبها فقط لو كتابه، هذا عباره عن ذكاء احد انواع شبكات العصبونيه رح نشوفها لاحقا. فبس انه شفت انت اي اله عم تفهم عليك، عم تفهم على حكيك، حتى لو عم تعطيك اجابات غبيه، حتى لو عم تعطيك شيء خاطئ، كل نقطه الذكاء اللي هي فهم كلامك انت الحكي. لانه نحن على سبيل المثال الحاسب ما هو ذكي بذات نفسه. لما انا عم بكتب على الكيبورد او على لوحه المفاتيح عم بيقول لي انه انا بقول له شو اكتب، اما لما بحكي انا مع الحاسب حكي وهو بيكتب لي اياه كتابه، هي لحالها القسم هو عباره عن ذكاء. الجراف البصمة عبد الرزاق، قراءة البصمة هي ذكاء اصطناعي ولا ما له علاقة بهيك؟ ما شاء الله الخالي رشا روحت لنا كل الأمثلة. كمان التعرف على البصمة ما متأكد 100%، بس ايه ذكاء اصطناعي لأنه فيها معالجة صورة. ومو بس هيك، هلا نحن لما بنحط البصمة ما انه كل مرة بحطها حصرا بهالشكل، لا ممكن اصبعتي مايلة ممكن من الطرف الآخر او الى اخره، او حتى بعض الأحيان حسب الهاتف ممكن تحط اصبعتك بالعكس ويقبلها. فهذا عبارة عن ذكاء، معالجة الصور بطريقة ذكية. في عم بحكي ما عرفت الفط الاسم، مؤمنة عم تقول انه لما ببحث انا على جوجل، فعلا لما نحن نبحث على جوجل بكتب انا بداية الحكي هو بحاول يقترح لي انه شو الكلمة التالية كمان في البحث، حتى النتائج اللي بيطلع لي اياها جوجل هي عبارة عن كلياته عبارة عن ذكاء. هلا ننتقل على الأمثلة إذا حدا عنده. يوتيوب توبكس، تمام هذا ممتاز. إنه أنا لما ببحث على فيديو عندي فيديو بصير بيطلع لي المقترحات الأخرى الثانية. عشان بيطلع لي المقترحات هي أحد العمليات، ممكن نحكي شوي بالتفصيل، اسمها عمليات التصنيف أو التجميع. فهن بيجمعوا المواضيع المتشابهة مثل بعض. أنت شفت فيديو مثلا عن الروبوتات بصير هو بيفهم لحاله انه يطالع لك مواضيع عن الروبوتات المشابهه لها، اللي هي ريكومنديشن سيستم نفسها. اليوتيوب توبكس مثل ما قال محمد هي عباره عن انظمه التوصيه او اعطاء المساعده في القرار. الات التصنيع، هلا حسب الات التصنيع، بقول رامي انه الات التصنيع فيها ذكاء، حسب الاله. ممكن الاله لا ما فيها ذكاء، عم تمشي 1 2 3 عندها خط سير على سبيل المثال. اما اذا دخلنا والله قلنا اله ما انه هي بتطلع على مثلا نقول عصر تفاح، فهي عم بتطلع على صوره التفاحه بتشوفها خربانه بتكبها، انها عم تعالج الصوره فصار فيها ذكاء. اما لا انه هي وظيفتها فقط عم تقطع تفاح، تعصر تفاح بتغلفه، ما عاد فيها ذكاء وعباره عن خط سير انتاج. ننتقل للامثله اللي حقلها. تفضل اذا حدا عنده سؤال. مثل هذا التصميم احيانا بتكون تمشي واتساب بس الدقه اللي بتشتغل فيها بيكون في ذكاء صناعي بيصحح الاخطاء، يعني بيعطيها دقه زياده هي عم تصمم.
ممكن يعني يكون في شيء مو واضح للمستخدم في الذكاء، بس اذا هو عباره عن خط سير انتاج غالبا ما راح يكون في ذكاء، او غالبا عم تكون برمجته على البي ال سي وهالحكي، فغالبا ما في ذكاء. إلا مثل ما قلت لك، اذا في احنا عندنا على سبيل المثال تصحيح تلقائي مثل ما تفضلت، اذا صار خطا في سير الانتاج، معالجه الصوره، لا اذا هي الاله نفسها عم تشتغل بالتعليمات الصوتيه صار فيها ذكاء وهكذا. لا، حد اشهر الامثله للتطبيقات في حياتنا اليوميه، لسه ما صارت في حياتنا اليوميه يعني، لسه ما سئنا هدول السيارات، اللي هي السيارات الذكيه اللي عم تمشي لحالها، هي عباره عن قمه الذكاء الاصطناعي، لانه هي عم تمشي مثلا بالشارع، عم تعرف امتى توقف، امتى شلون تصف، شلون تتجاوز السيارات الاخرى، عم تعالج الصوره، ممكن عم تعالج الصوت بنفس الوقت. انت غالبا كمان بتحكي مع السياره، بتحكي معها، بتعطيها اوامر صوتيه، ففيها كثير ذكاء. هلا احد يعني اشهر السيارات معروفه طبعا سياره تسلا، هلا هي صوره ما هي حقيقيه طبعا، قال ابسط شغله او احد شغلات في السيارات الذكيه هي تعرف على الاشكال، او اسمها بالانجليزي الاوبجكت ديتكشن، كثير موضوع مشهور بالذكاء الاصطناعي. اكيد السيارات الذكيه شو عم بتساوي؟ قاعده تتعرف انه هذا انسان، هي سياره مع انسان، هون في عندي اشاره مرور عاديه، هون في عندي ممنوع الانعطاف، هذا عباره عن كله معالجه الصوره او حتى معالجه نقول الفيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي. بالمناسبه هي يعني هل عمليه الذكاء او عمليه التعرف على الاشكال، احد الكورسات اللي اطرح لكم اياها بنهايه الدرس اليوم، بتعلمكم شلون تعرفوا على الاشكال، بيمشي معك خطوه بخطوه، بتبني شبكه ذكاء اصطناعي، بتطلع معك بالنتيجه بالخارج بتعطيه مثلا فيديو بيقول لك هون في عندك انسان، هون في عندك سياره وهكذا. فهي الخوارزميه كثير مشهوره، واحد الكورسات اللي حاعطيكم اياها ان شاء الله تعالى بتعلمكم شلون تسوي هي التعرف. مثل ما تفضلت الخالي رشا، انه بصح لك خالة، انت قلتي لي سابقا ما بعرف يلي بدك، مثل ما بدكم، انا دائما بقول لكم مثل ما لين ابو الصيف كمان ماشي الحال. الله يخليك يا خالي. تمام، بالنسبه للذكاء مثل ما تفضلت خالة، انه نحن في هواتفنا، نحن عندنا سواء على سامسونج كان بيكسبي ولا سيري ولا اليكسا ولا جوجل، لوكيتون عم بحكي معهم، عم بفهموا اول شغله الحكي، بس هن عم بفهموا علينا الحكي مثل ما قلنا، في هي ذكاء، مو بس هيك، هن عم بيعالجوا الحكي، اذا في اخطاء عم بيعرفوا يصححوا اخطائنا، مرات عم بفهموا نيتنا في الحكي كمان بعض الاحيان، فهذا عباره عن شيء متطور كثير من الذكاء. في بقلبه كمان معالجه اللغات الطبيعيه، مثل ما حكينا نحن يعني مو بس عم نفهم الحكي، يعني هي عم تاخذ الحكي بعدين عم تفهم هذا الحكي، عم تفهم شو مغزاه، فهذا بقلبه شيء اسمه معالجه اللغات الطبيعيه. البصمه العاديه او بشكل ادق هو كمان التعرف على الوجه، لما نحن عم نفتح الهاتف تبعيتنا عم بشوف الوجه بيقوم بفتح الهاتف، هي عباره عن شو؟ عباره عن ذكاء. كمان باحد الكورسات اللي ممكن اذا تحمستوا تدرسوا الذكاء لحالكم، باحد الكورسات بيمشي معكم خطوه خطوه انكم انتم تبنوا نظام تعرف على الوجه، وحتى اكثر من هيك، نظام بده يساوي مثلا نظام لدخول بناء ما عن طريق التعرف على الوجه، يعني مو بس للهاتف. هلا خلصنا من الامثله بحياتنا كثير كثيره، يعني ما فينا نحن نحصر الامثله يعني لحالهم بدهم محاضرات، يعني الأمثلة مثل ما قلنا بحياتنا اليومية كثير متكررة، ممكن أحدكم عنده مثلا ثلاجة ذكية لحالها بتعرف إنه في شيء ناقص بالبراد، بتبعت للسوبر ماركت إنه بدنا طلب الفلاني، فهي عبارة عن ذكاء. ممكن الغسالة ذكية، يعني بعض الأحيان حتى بدون ما نحس إنه نظام معالجة الطاقة في الغسالة ذكية، بحيث هي مثلا تساوي عدة أوامر تقلل لك من استخدام الطاقة، فهذا كله عبارة عن ذكاء، وصار منتشر كثير مثل ما حكينا بسبب قدرات المعالجة الكبيرة اللي عندنا إياها. هلا رح نحكي شوي، ممكن ما عرف تملوا او ممكن شوي تكون تفصيليه، نحن بس نحن نعرف بعض الخوارزميات او بعض انواع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما اني معظمكم من خلفيه يعني لها علاقه بهالموضوع. اول نوع رح نحكي عنه هو الانواع التطوريه، ما بعرف اذا شو شايفين على الشاشه عندكم، حدا يقول لنا شو شايف على الشاشه عنده؟ نمل. شو على النمل بالذكاء؟ أنه انتشاره سريع؟ لا، ما لا لا. طب إذا حدا لاحظ بياتكم لما النمل بيبحث عن أكل أو كذا، وهن بياخذوا أكل على ما بعرف شو نقول على بيتهم، يعني شلون بيمشوا بالرجعة؟ رتل ورا بعضه، بتلاقيه عم بيمشوا خط من النمل ورا بعضه، بس لما ببحث عن الطعام قال بينتشروا بشكل كبير، بس لقوا الطعام تلاقيه عم بيمشوا بخط واحد، وقال حتى هذا الخط هو عبارة عن أقصر طريق من نقطة الطعام اللي هن عم بيلاقوا فيها إلى بيتهم، فالنمل بيبحث عن أكله بطريقة ذكية، بس لقى الأكل
بيرجع لبيته بأقصر طريق، هي عبارة عن ذكاء من النمل. يعني الله وضع الذكاء في هذا النمل، فالبني آدم شو سوى؟ أخذنا الطريقة اللي هن عم بيفكروا فيها ويشتغلوا فيها وسويناها كمان، ما أنا سويتها طبعا، العلماء يعني سوى خوارزمية. فأحد الخوارزميات المشهورة في الذكاء الاصطناعي اسمها خوارزمية النمل، بنفس الوقت أو نفس الطريقة. شوفي كمان نحل، قلبنا عن درس عن الحشرات، فكمان النحل بنفس الطريقة قال بيبحث، بينتشر في الحقل مشان يبحث عن شو، عن الرحيق. بس لأ، الرحيق كمان بيرجع بخط بأقصر طريق من المصدر الطعام. لوين بيرجع؟ بيرجع لوين؟ لخليه النحل الخاصه فيه. فهو بيبحث عن الطعام بيرجع بيلاقي اقصر طريق لخليه النحل. الشيء الثالث او المثال الثالث رح نحكي عنه هو الدي ان اي اللي عندنا اياها او الوراثه اللي عندنا اياها. بالوراثه بتلاقي بصير عندنا نحن نوعا ما تطور في الجينات المستقبليه، ممكن يصير عندنا طفرات، ممكن يصير عندنا اشياء جديده. فكمان الخوارزميه الوراثيه تم برمجتها كخوارزمية في الذكاء، اسمها الخوارزمية الوراثية أو الجينيتك ألغوريثم، كتير كمان مشهورة. هذا منلاحظ ثلاث أمثلة عبارة عن شو؟ عبارة عن أمثلة من الطبيعة من الواقع، لذلك هي اسمها الإيفوليوشنال أو التطورية. برأيكم لشو تستخدم هاي الخوارزميات؟ ما أعرف إذا هيك انتبهتوا شو في مشترك، يعني النمل شو عم بيساوي؟ بحث. بحث. النحل شو عم بيساوي كمان؟ يعني عم يدوروا على ناتج معين، صح؟ تمام، بالأخير بحث. وكمان خوارزمية الخوارزمية الجينية كمان تبحث عن النسل الأفضل. فنحن دائما معظم هالخوارزميات تم استخدامها في عمليات البحث. إذا أنا عندي بدي أبحث عن حل معين لمسألة معينة، ممكن نستخدم هدول الخوارزميات في برامجنا. أو الفرع الثاني من الذكاء، ما شرط هو خوارزمية ولا فرع كامل، فرع ثاني من الذكاء هو تنقيب في البيانات أو الداتا مايننج. مثل التنقيب العادي، التنقيب العادي شو بيساوي؟ أنا شوفي عندنا كوم مثلا من جنب قلبه رمل وتراب وإلى آخره، قلبه شغلات ما هي مفيدة، بس شو قلبه يعني بين هالشغلات المفيدة شو موجود؟ موجود المعادن النفيسة، الذهب أو مهما كان المعدن بدي إياه أو المادة بدي إياها. فأنا من شيء ضخم، من بيانات ضخمة غير مفيدة، بدي أخذ خلاصة هاي البيانات، بدي أفهم من هاي البيانات شو هو مفيد بالنسبة لي. فهذا هو اسمه فرع التنقيب عن البيانات. الخوارزميات الذكية اللي بتعالج هاي البيانات هي اسمها خوارزميات ذكية. هلا ممكن احد الامثله طبعا ممكن نطبق ممكن لا، انه اذا نحن عندنا بيانات من في اي بي فند لحملات الطلاب، احد الامثله مثلا او ممكن تشتغلوا عليه، انه انا عندي بيانات كثيره للطلاب. طبعا الطلاب كل واحد عم بلم بحملته شيء مختلف، يعني ممكن احد الطلاب بفتره معينه لم سكر كل المبلغ اللي بده اياه، ممكن واحد ثاني لا تم سنتين ثلاثه وما اخذ المبلغ اللي بده اياه عن طريق الحمله. فممكن نحن ندرس هالبيانات الضخمه للطلاب، نطلع بنمط معين، انه نشوف على سبيل المثال يلي عم يطلب اقل مبلغ معين هذا حملته عم بتصير، يلي عمره بين فلان مثلا بين 20 وال 25 هذا حملته عم تكون ايسر، وهكذا. فهي عباره عن تنجيم في البيانات. هذا اللي رانا بتحب نقدر نعمله بيوم من الايام بالمناسبه، يعني هذا جزء من ان شاء الله. ان شاء الله يعني باذن الله بتطبق، يعني شيء مقدور عليه باذن الله يعني. وخاصة مثل ما رح نشوف هلا نحن بنهاية الكورس، انه شلون نحن عم نقدر نطبق الذكاء ب في نقول 10 20 سطر من التعليمات اللي هي طبعا بالاساس متواجدة على النت، يعني ما في اختراع في امر. فغالبا هلا كمان هي نقطة حلوة، انه معظم الشيء اللي عم بيصير في الذكاء حاليا، يعني فينا نقول في عندنا فرعين نحن، اللي هو البحث في خوارزميات الذكاء هو الاصعب، انه انت تطور بايدك خوارزمية جديدة، والفرع الثاني هو التطبيقي، لان احنا عم نجيب خوارزمية جاهزة نعطيها بيانات، البيانات فقط عم تختلف مثل ما حنشوف لاحقا، بيختلف البيانات ويختلف معي الخرج، فصار الامر اسهل بكثير بهالايام. هلا احد الفروع الثانيه من الذكاء شيء اسمه الفازي لوجيك. ما بعرف اذا انتم مشتغلين بالبرمجه سابقا، اذا انت عندك شرط if else، في حدا ما بيشتغل بالبرمجه سابقا بيناتكم؟ اتوقع معظمكم مشتغلين في البرمجه، فانت عندك مثلا بالشروط if else، يعني اذا تحقق شرط ما بساوي أنا عملية، إذا ما تحقق بساوي عملية أخرى. هل هذا الشرط إذا نحن نطبقه نحن على سبيل المثال بسيارة ذكية، إنه إذا قدامك سيارة وقفي، إذا ما في قدامك سيارة امشي، شو معناتها؟ قال بس السيارة اللي في الخلف شافت قدامها سيارة تانية شو بدها تصير؟ تضرب فرام على الأخير. هذا برأيكم بصير؟ إنه واحد فجأة يضرب فرام ما بصير. أو لا، إذا ما في قدامك سيارة ندعس بنزين على الأخير. هذا عبارة عن المنطق العادي أو كان الباينري لوجيك أو الجبر المنطق العادي، إنه أنا يا صفر يا واحد، يا اما انا بضرب فرام على الاخير يا اما لا. قال بالفازي لوجيك لا، تغير الوضع،
اني انا بعمل تقدير للمسافه مثلا في السيارات، اذا كثير بعيده عني انا بضرب فرام على الخفيف، اذا لا قرب منها كثير بضرب فرام بشكل اقصى بشوي، اذا راح اضرب حادث ووصلنا للاخير لا بضرب فرام على الاخير. فهذا شيء اسمه المنطق الضبابي بالترجمته او الفازي لوجيك. طبعا هلا السيارات صارت تعمل الشيء لحالها، أكيد سياره بتبطئ تدريجيا، تدريجيا انك انت قربت زياده على اللي قدامك. صحيح صحيح 100%. فنحن هذا مش شيء مطبق، فنحن لو في عندنا فقط نقول ما في عندنا ذكاء، ان انا حاطط حساس قدام السياره انه بس قربت منه اضرب فرام. تخيل انت كل ما ماشي بالسياره السياره تضرب فرام بشكل مفاجئ، يعني بينأذي الشخص اكثر ما انه لو هو عم يتحكم بايده. فلا صار عندهم هن ذكاء اكثر غالبا في منطق ضباب الموضوع، انه حسب المسافه عم الضغط على الفرامل. الشبكات العصبونيه من الشيء كثير مشهور بالذكاء الاصطناعي، وهي فعلا يعني شيء رائع بالذكاء الاصطناعي. كمان تعتمد على الشيء رب العالمين خلقه فينا اللي هو الشبكات العصبونيه او العصبونات في المخ او في الانسان. العصبونات بيجيها مدخلات من عصبونات اخرى بتعالج الدخل بعدين تنقل لعصبونات اخرى. كمان البشر اخذوا الخوارزميه سووها عباره عن كود وخوارزميات، هالصوره ما هيك ما ندقق فيها كثير. فنقول نحن مثلا اذا انا عندي روبوت بدي ادربه انا انه هل صوره ما هي صوره على سبيل المثال كلب او لا، او قطه او الى اخره، او هي عباره عن صوره فاكهه او لا، فانا بدي روبوت يتدرب. برايكم في شيء ممكن نحن نكتب برنامج عادي بدون ذكاء نسوي هي العمليه؟ يعني ما فينا نحن نعطي الاله او نعرف الحاسب انه هذا كلب او لا بخوارزميات العاديه. بهذا المثال كمان اكثر رح نفهم نحن شو الفرق بين البرامج العاديه وبرنامج الذكاء. البرنامج الذكاء الاصطناعي دائما يكون انا عندي بيانات، يعني ما في ذكاء بدون بيانات. انا يكون عندي بيانات، اذا بنلاحظ انه عندي تريننج، انا عندي تدريب، فانا عندي اله عم بدرب الاله على هي البيانات. ما عم بعطيها انا انه اذا شفتي شغله مستطيله لونها مثلا بني والى اربع اجرين معناتها هي كلب، لا، لانه ممكن تكون قطه بنفس الوقت اذا انا بدي احط الشروط العاديه. ممكن كمان انه والله شفت شكل الاذنين هيك انه هذا كلب، لا، ما نحن ما عندنا هيك، احنا عندنا خوارزميه ما عم بعطيها انا صور، عم بعطيها دخل، بدرب هي الاله على هذا الدخل حتى احصل على فينا نقول نتائج مرضيه. بعدين بقى بشو بجيب الصوره اللي بدي انا افحص فيها وبسال الاله هل هذه صوره كلب ام لا، عرفتوا شلون؟ فهذه عباره عن الذكاء. النقطه الثانيه ليش اسمها ذكاء؟ لانه نحن هلا عندنا اربع، على سبيل المثال دربنا على اربع صور كلاب، طبعا تدريب بالحقيقه بيكون على عدد كبير بس هذا مثال هيك وهمي. اذا انا جبت صوره كلب ما موجود سابقا، يعني ما دربت الاله عليه، جبت صوره كلب جديد ما دربنا عليه، الاله غالبا رح تقدر تعرف انه هذا كلب. اما بالبرامج العاديه لا، انا عندي شيء واضح شيء محدد، ما في عندي انه والله تعرف شغلات ما مرت عليها سابقا. فلذلك اسمها ذكاء، او ممكن نسميها تعلم الاله الماشين ليرنينج. مثل ما شفتوا انا عندي تعليم، لذلك احنا عم نعلم الاله اسمها ماشين ليرنينج او ذكاء، وعم بيجيني انا دخل جديد او مدخلات جديده عفوا ما كانت موجوده سابقا، كمان بنفس الوقت الاله عم تقدر تعالج هي المدخلات. هلا المشكله بالشبكات العصبونيه العاديه انه شفتوا نحن دربنا على صور كلاب من شوي عرف يتعرف عليها الاله، اما لما اعطيناه صوره كامله عائله فيها مثلا صوره كلب ما راح يعرف، لانه هو مدرب على جزء على صوره كلب فقط تكون في الصوره. الحل هي المشكله هي الشبكات العصبونيه العميقه. الشبكات العصبونيه العميقه هي حلت هالمشكله اللي نحن قلنا فقط انه صوره محدده نقدر نتعرف عليها. كمان نرجع مره اخرى، هي مستخرجه من خلقه رب العالمين. مثلا الدماغ، الدماغ عباره عن، حكينا شوي عن عصبونات، بس الدماغ عباره عن شو؟ عباره عن اتصال لعدد كبير جدا جدا من العصبونات. فنفس الامر تم تطبيقه بالذكاء الاصطناعي، طيب يوصل عصبونات بشكل كثير كثير كبير بطرق مختلفه. طبعا هلا قدامكم عباره عن شكل بسيط، لا، صار لها طرق توصيل مختلفة لهالشبكات لهالعصبونات لحتى تقدر الآلة، صرنا ندرب الآلة نحن على الصور، صارت تقدر على سبيل المثال تعرف إنه هي صورة كلب، هي ما صورة كلب، عبارة عن صورة عائلة مع كذا، بس هذه الصورة تحوي صورة على سبيل المثال كلب. فعن طريق الشبكات العصبونية صارت العميقة قدرنا نحن فينا نقول نسوي عمليات معقدة أو عمليات تعرف بشكل أكبر. هلا التعرف على الصور اللي عم نحكي فيه غالبا هو اسمه شبكات الطي العصبونية، هي نوع من انواع الشبكات العميقه. هي الصوره كثير مشهوره لاحد المقالات اظن بال 2012، واللي هي كانت بدايه فينا نقول الذكاء بشكل قوي، يعني هي كان اول مقالات اللي رجعت فتحت العالم على موضوع الذكاء والتعرف على الصور.
نوع آخر من أنواع الشبكات العميقة اسمه الشبكات المتكررة أو Recurrent Neural Network. إذا شايفين قدامكم، شوفوا عارف شو شايفين قدامكم حالياً؟ ورقة دراسة علمية مثلا، أو ممكن فرضية وبرهان إذا بتتذكرون في الجبر والمنطق. هل هي الورقة اللي قدامكم ما لها معنى، ما حدا كتبها، عبارة عن ذكاء اصطناعي تم تدريبه على ورقات سابقة، بعدين إنه لو عطينا خرج على كيفك فهو كتب لنا هي الفرضية شايفينها قدامكم. فهي غالبا ما لها معنى، لأنه هو عم بكتب عبارة عن محارف بالنسبة له، غالبا ما لها معنى، ما لها فائدة. بس هي كلها تم توليدها عن طريق الذكاء الاصطناعي. ليش اسمها شبكات متكررة؟ لأنه غالبا بيتم التوليد، على سبيل المثال بيتم توليد حرف حرف أو كلمة كلمة، فأنا بعطيه كلمة مثلا لحاله بصير حسب ما أنا دربته وعلمته سابقا بصير بيعطيني الخرج. فهون تم تدريبه على سبيل المثال، تم تدريبه على فينا نقول فرضيات وبراهين، أعطتني فرضية وبرهان. طب إذا أنا دربت على الشعر شو راح تعطيني؟ المفروض تعطيني مثلا شعر على سبيل المثال، فأنا شو بدرب؟ تعطيني هي خرج بناء على هذا التدريب. طبعا مثل ما حكينا او ما حكينا غالبا عم بتم دمج انواع الشبكات العصبونيه او انواع الذكاء مع بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال الدمج اللي حكينا عنه بين شبكات الطي مع الشبكات المتكرره، قدروا العلماء يساووا انه انا بعطيه صوره للبرنامج، شو بيعطيني هو؟ بيعطيني وصف لهذه الصوره. يعني انا البرنامج الذكي شو عم بياخذ؟ بياخذ صوره فقط، يعني بيعطيني انه هي الصوره فيها انسان عم بيلعب بالجيتار. وما بعرف هذا الشيء اذا لاحظتوه سابقا ضمن الفيسبوك، مرات لما بترفعوا صوره او انه صوره ما بتتحمل معكم بتلاقي بالخلفيه مكتوب انه هذه الصوره تحوي شجرتان وعائله. فهذا عباره عن ذكاء اصطناعي عم تم تطبيقه لنفهم نحن شو في داخل الصور. ما علي احكي شيء انا كمان؟ اي تفضلي تفضلي، اللي بحب يحكي تفضل تفضل. اوقات بلاقي صور، بحب لاقي صور انا بتشبهها هيك على يعني مثلك، كان بس تكون مثلا بغير مكان وبغير باشياء بتكون مثلا مختلفه شوي عنا. فكمان بجوجل فوتوز في بتعمل سيرش انه اشياء مشابهه لهي الصوره، فبيعمل سكان للصوره وبيطلع لك كل شيء صور على جوجل انه تكون بتشبهها لهي الصوره. ممتاز، هذا كمان احد انواع البرامج الذكيه. هي مثل ما تفضلت اني انا عم باخذ صوره بعطيه للبرنامج. طب انا سابقا بالطريقه العاديه بكتب بدي انه صور لقطه فبيعطيني صور لقطه، تمام. طب انا اعطيته صوره قطه بشكل حقيقي، فشو سوى البرنامج او شو سوى جوجل؟ فهم انه او قدر يتعرف ان هي الصوره تحوي قطه، عرف مثلا انه هي مثلا لونها اسود مع نوع محدد، حتى مو بس انه قطه. فبيجيب لك الصور، حتى ممكن يجيب لك اذا هي صوره قطه حقيقيه موجوده، ممكن يجيب لك صورتها نفسها ويجيب لك شيء مشابه لها. فهذا عباره عن ذكاء، يعني مثال كثير حلو كان ممكن عم نستخدمه بايامنا بدون ما نحس انه هذا ذكاء. هلا ما بعرف هذا الشخص حدا شايفه سابقا او حدا بيعرفه؟ مشهور مو مشهور؟ انا ما شفته ولا بعرفه مين هو. هيك حاولوا تتذكروا، حاولوا هيك يعني تعصروا مخكم حالا او احذروا تحذير. يعني له علاقة بالإنترنت، ما فهمت. له علاقة بالعملات الرقمية هيك شيء؟ يعني قربت شوي. هذا الشخص غير موجود. هي صورة قدامكم، ما أنا لبني آدم موجود في الواقع، عبارة عن صورة تم توليدها عن طريق الخوارزميات الذكية. ففي عندنا خوارزمية ما أعطيناها عدد كبير من الصور، دربت اللي عرفت الخوارزمية بنهاية بعد التدريب إنه هي تقدر تولد صور من حالها. هلأ إذا زرتوا هذا الموقع this person doesn't exist، كل ما تحدث الصفحة بيعطيك صورة شخص ما نو شخص، يعني بيعطيك صورة لشيء غير موجود. فهذا كمان عن طريق الذكاء الاصطناعي، وكمان بحطت لكم رابط لدورة في آخر السلايدات عشان تقدروا تعرفوا شلون تتعلموا هيك شغلات. هلأ يعني راح نخلص، طولت عليكم. هل بأي مشروع ذكاء في نحن عندنا خطوات محددة لازم نتبعها؟ ما أنا قاعدة بس غالبا هيك بكون عندنا الخطوات، إني أنا عندي بيانات معينة، يا أما أنا بلم هاي البيانات. يعني أنا بروح أجمعها مثلا، إذا بدي أدرب أنا سيارة ذكية فبروح بصور فيديوهات بالشارع على سبيل المثال. إذا أنا بدي أدرب بيانات صوتية أتعرف على الصوت بروح أسجل أصوات للعالم، بسجل محادثات، ممكن تصور، ممكن ألم أنا صور بإيدي. فأول شيء نحن عندنا البيانات، يا أما بتكون جاهزة أو أنا بقوم بجمع هذه البيانات. بعدين أنا بدي أنظف هاي البيانات وأضبطها. على سبيل المثال إذا أطبخ طبخة وجبت أنا بعض الخضار اللي هي البيانات، معقول تحطها فورا بالطبخة؟ لا، بتقوم بتنظيف الخضار،
بتكب منها شيء مثلا خربان او مو شغال، فهذا عباره عن عمليه تنظيف البيانات كثير كثير ضروريه. بعدين احنا عندنا، انت جبت الخضار بدك تطبخ بدك تختار الطبخه ما هيك، فنفس الامر نحن نختار الخوارزميه الذكيه اللي بدنا اياها مشان تعطينا نتائج، وغالبا بنبدا من ابسط الخوارزميات باتجاه التعقيد، ممكن نحن ابسط الخوارزميات تعطينا نتيجه. بعدين نحن بنختبر هل الخوارزميه اشتغلت بشكل صحيح او لا، بعدين بنرجع نحن بنحاول نعمل معايره لحتى نقدر شو، لحتى نقدر نحصل على النتيجه المطلوب. هلا بيحكوا في بالشات، ما بركز بالشات كثير، انه عن بعض الامثله عن خوارزميات البحث السريع، تحليل البيانات، طبعا هي عباره عن امثله لشو للذكاء الاصطناعي. هلا وصلنا لاخر فقره اللي هي نحن قلنا نتوقع اسعار المنازل في البايثون باستخدام البايثون باستخدام الذكاء الاصطناعي. البايثون توقع معظم كثر معنا فيه عباره عن لغه برمجه تتميز انه هي سهله، يعني سهل تعلمها مو مثل باقي اللغات الثانيه، حتى يعني للاطفال اذا حدا بحب يعلم اطفال كمان هي البايثون مناسبه اكثر من غيرها. رح نحكي عن او البايثون كثير رح تسمعوا فيهم شيء اسمه التنسر فلو، عباره عن مكتبه للذكاء كثير كثير مشهوره، يعني هالمكتبات هي عم تخلي الناس تروح تتجه للبايثون مشان الذكاء. الكيراس عباره عن مثل اطار عمل مبني فوق التنسر فلو مشان يسهل لك العمل بشكل اكثر. بانداس كمان عباره عن مكتبه مشان انت تتعامل مع البيانات بشكل سهل، تقرا البيانات وتعالجها. النمباي عباره عن مكتبه رياضيه مشان نحن نعالج البيانات الرياضيه او العمليات الرياضيه بشكل سريع وباستخدام اللوحات او كروت الكرت الشاشه. توريكيات كمان عباره عن مكتبه مختلفه عن الباقي كمان للذكاء الاصطناعي. في كثير كثير من المكتبات الثانيه اللي نحن نستخدمها ضمن البايثون مشان الذكاء، لذلك الناس عم تستخدم مثل ما حكينا البايثون للذكاء الاصطناعي. الجوجل كولاب عباره عن منصه من جوجل مشان نحن نقدر نشغل برامج البايثون بشكل عام، وغالبا هو للذكاء بشكل خاص، يعني عشان نقدر نحن نشغل برامجنا عليه. وبنفس الوقت في شيء اسمه كاجل كمان هنيك ممكن تشغلوا برامجكم. هلا ايش ذكرت لكم اياهم؟ يعني بيجي واحد يبلش بالذكاء بيقول والله لازم انصب البايثون وانصب محرر كودات، انصب محرر نصوص يعني، او اي دي اي، ولازم انزل المكتبات عندي واظبط البيئه. لا، عشان ما اعذب حالي واظبط البيئه بدايه التعلم، حتى لاحقا ممكن تم عم تستخدم جوجل كولاب او الكاجل. هلا قبل ما ننتقل للمصادر نروح نشوف المثال اللي كنا عم نحكي عليه. شايفين حاليا الشاشه اللي عندي اياها؟ غيرت الشاشه، صرت فاتح المتصفح. بس طلعت عندكم خبر واضحه؟ تمام تمام. مثل ما حكينا الجوجل كولاب كثير سهل، فانا فيني افتح من النت، اي حدا عنده وصول للنت بيفتح بيشغل ذكاء اصطناعي، وبياخذ كمان رامات ضخمه اكثر من الرامات اللي غايبه موجوده على حواسيبنا، 13 جيجا من الرام. بيعطيك كمان اذا بدك تتصل انت بكرت الشاشه مشان تقدر تعالج بيانات بشكل سريع، كمان بيعطيك وصول لكرت الشاشه. طبعا بالاخير يعني بس وصلت لمرحله كثير كثير متقدمه، غالبا تضطر تشغل على فينا نقول مخدم محلي او حاسب كثير خارق تقدر تشغل بيانات. هلا البرنامج اللي نحكي عنه نحن الذكاء توقع اسعار المنازل. قال انا عندي، نحن شو بنقيم سعر منزل؟ عن طريق عدد الغرف، عن طريق المساحه، عن طريق كم غرفه نوم موجوده بالبيت، كم حمام موجود بالبيت، هل له حديقه ما له حديقه. هل حتى المنطقه كمان بتفرق، المنطقه اللي احنا عندنا اياها بتفرق او لها دور كبير بسعر المنزل. قال فينا نحن نسوي برنامج عادي ليعطيني سعر منزل ما، يعني انا اعطيه انه بيانات يعطيني سعر منزل. قال كثير صعب، ليش؟ لانه عندنا نحن كثير مناطق، عندنا كثير متغيرات، فصعب نحن نقيم السعر عن طريق برنامج بشكل طبيعي. هلا نحن حاليا جوجل كولاب كثير سهل، يعني هدف الجلسه ما اعرفكم على جوجل كولاب 100%، بس لا عم شوف قدامكم. نكتب تعليمه، بس انا شفت انتر بقوم بتنفيذ هي التعليمه، فانا بلزمني مكتبه مثلا بنصها داخل، اذا لزمتكم تور كرييت ما موجوده مسبقا مع جوجل كولاب، فانتم بتصبوها بشكل بسيط. نحن بنعمل جلب لهالمكتبه او امبورت لهي المكتبه. قال بعدين حاليا انا عم بستخدم شيء اسمه تور كرييت، عباره عن مكتبه كمان اظن حسب ما اذكر من فيسبوك للذكاء الاصطناعي. فهون انا عم بقرا البيانات، قرات البيانات اللي هي مثل ما حكينا بالذكاء. شو في عندي بالذكاء؟ ما عندي شيء منطقي. شو في عندي بالذكاء؟ انا بيانات، بفهم البيانات، بعالجها، بدخلها لخوارزميه بتعطيني خرج. فاول خطوه هي البيانات. اذا نحن شفنا البيانات اللي عندي اياها، هل هي البيانات؟
الحين مثل ما حكينا لازم نفهم البيانات. فانا في عندي مثل اي دي لكل منزل، في عندي تاريخ ممكن اتوقع تاريخ مثلا العرض للبيع او تاريخ جلب البيانات، في عندي سعر للمنزل، في عندي شو عدد الغرف النوم، عدد الحمامات، قديش مساحته بالمتر المربع، ما عندي فكره عن باقي البيانات، هي انه طابق هو اللي هو طابق اول ثاني الى اخره. هي البيانات اللي عندنا اياها، بيانات منازل، حكينا انا بدي اتوقع سعر المنزل فبدي بيانات منازل. المكتبات في البايثون كثير رائعه، فانا بضغط بتعليمه واحده البيانات اللي عندي اياها بحصل على تحليل للبيانات اللي بدي اياها، فهم اعطاني تحليل لكل بارامتر. انا على سبيل المثال هي تحليل البارامتر هو كم المربع للارضيه على سبيل المثال، فينا نقول مثال ثاني بالنسبه لكل البيانات اللي عندي اياها، عدد الطوابق او شو هن البيانات في عدد الطوابق على سبيل المثال، اذا قلنا هاي اللي لهم طابق اللي هن طابق اول، في عندنا اكثر من 10000 بيت طابق اول، بنشوف اللي بعدها مثلا طابق ونصف غالبا بيكون معه مثل شيء ملحق او يكون بالنصف، عباره عن 1900 بيت على سبيل المثال، اللي هن طابق ثاني او فيهم طابقين هن عباره عن 8241. قال هالبيانات لو انا بدي اعالجها بشكل يدوي كثير بتاخذ مني وقت اني اروح لكل بارامتر واعمل له احصائيات، لا بتعليمي وحده من ضمن المكتبات قدرنا نحن ناخذ فكره عن البيانات. هلا غالبا بالذكاء الاصطناعي نحن مو في عندنا بيانات، فاذا بدنا ندرب نحن، انا جبت روبوت قلت له شوف هدول البيانات دربته عليه هون، بعدين اجي بدي اختبره، طب شلون بدي اختبر هذا، هل هو فعلا عرف يشتغل ولا لا؟ اذا بدي اختبره على نفس البيانات ما بستفاد شيء، لانه هو بالاساس تعلم عليهم. فغالبا نحن بنفصل البيانات لقسمين، قسم اسمه قسم التدريب والقسم الاخر هو قسم التعليم، وغالبا النسبه تكون 80% للتدريب 20% للتعليم او 70-30 تختلف يعني من وقت الى اخر. فنحن نفصل البيانات للتدريب، هذا هو تبعيه التدريب وهي تبعيه الاختبار. قال هون انا بدي اتنبأ بسعر المنازل عن طريق عدد الغرف، عدد الحمامات، قديش هي كم متر مربع وكم طابق، وحسب المنطقه الزيب كود تبعيت الخاص بالمنطقه. الخوارزميه الذكيه اللي رح نستخدمها اسمها لينير ريجريشن، اللي هو فينا نقول انه نحن بنساوي عباره عن تابع رياضي خطي بيمثل البيانات عن طريق هالبارامترات كلها. فتابع رياضي خطي بست بارامترات رح يكون هو بيمثل البيانات، وظيفته يتنبأ بالسعر. هون اذا بتلاحظوا انا قلت له بدي انا التارجت او تنبأ بالسعر، اعطيته بدي هدول المزايا. بس انا شغلت التعليمه خلاص تم التدريب، صار عندي انا خوارزميه ذكيه جاهزه ومدربه. قال بدنا الحين نجرب مثل ما حكينا، بدنا نجرب هل تم هذه الخوارزميه تعمل بشكل صحيح او لا، او بدنا نشوف نحن قديش كانت دقيقه هي الخوارزميه. فكمان بتعليمه وحده انا بجرب الخوارزميه بتعطيني انه انا اكبر خطا صار معها بالتصنيف انه فرق 300,000 دولار على سبيل المثال، وهذا متوسط الاخطاء او فينا نقول يعني طريقه اخرى للتعبير عن الخطا. هلا اذا بدي اجرب انا الخوارزميه الذكاء اللي انا اخذتها، هلا عندي هذا المنزل، هي بيانات المنزل اللي احنا اخذت يعني منزل عشوائي، هي بيانات تبعيته قديش هو سعره الحقيقي مثلا 620,000 دولار على سبيل المثال، هذا السعر الحقيقي. إذا تنبأ بالسعر أنا تبعيته، لما تنبأ صدفة أنا أعطاني التنبؤ بشكل صحيح، عفوا ما تنبأ، أنا هون طبعناها هذا التنبؤ بالسعر، أعطاني السعر تبعيته حوالي 700,000، ففي فرق حوالي 100,000 بين السعر الحقيقي والسعر المتنبأ به، يعني نوعا ما بيعطيني سعر فينا نقول يعني مثلا 90% بشكل صح. هلا بناء على المحل اللي أخذت منه هذا الكود، إنه هي بيانات منزل بيل جيتس، بيل جيتس ما بعرف لازم تعرفوا كلكم. ما حدا بيعرف بيل جيتس؟ لا طبعا طبعا مؤسس. تمام. فحسب حسب الادعاء اللي هن حاكينه في اللي اعطوه هذه الدوره او هذا الملف، انه هي مواصفات منزل بيل جيتس، قديش عندي عدد غرف، عدد حمامات، قديش مساحته والى اخره، فانا عرفت ضمن البرنامج عرفت مواصفات بيل جيتس، هي صوره المنزل طبعا. وانا بدي اتنبأ بالسعر، فبضغط انا هون تنبأ لي بالسعر الخاص بهذا المنزل. مثل ما حكينا شو وظيفه الذكاء، يعطيني نتائج لشغلات ما بيعرفها. فهو مثلا بالتدريب هذا المنزل ما كان موجود ضمن التدريب، انا جاني منزل جديد على سبيل المثال بعدد غرف مختلف الى اخره، بدي اعرف سعر تقريبي لهذا المنزل، فانا بستخدم الذكاء لمعرفه هذا السعر. هلا هذا الكود نفسه اذا نحكي جدلا انه انا عندي بيانات سيارات، فبجيب بيانات السيارات حطيتها بالبرنامج، عدلت كم تعديل بسيط، صرت انا بتنبأ بشو باسعار السيارات، عرفتوا شلون؟ فلهالدرجه الذكاء صاير كثير سهل. ما بعرف كم تعليمه يعني موجودين، ما توقع 10 20 تعليمه بشكل اقصى.
فلذلك مثل ما حكينا البايثون كثير مستخدمة بالذكاء بسبب المكتبات المتوفرة كثير. هي أحد المكتبات هي التوري كرييت، بسيطة كثير بالتعامل كمان، وفي مكتبات أخرى طبعا متقدمة بشكل أكبر. نرجع بس للبرزنتيشن، خلصنا المراجع. أهم مرجع، أهم مرجع ممكن تستخدمه هو طبعا جوجل. يعني أنا مثلا بدي أبحث، بدي أتنبأ بأسعار السيارات، ما في داعي أبحث من الصفر وأرجع يعني أسوي كل شيء بإيدي، لا ببحث بجوجل، بدي أنا أتنبأ بأسعار السيارات باستخدام الذكاء الاصطناعي. أكيد راح يعطيك أكواد جاهزة، راح يعطيك مراجع جاهزة تستخدمها أنت وتنطلق منها. هلأ تاني رابط هو عبارة عن دورة على كورسيرا بالذكاء الاصطناعي. الدورة كتير حلوة، يعني تبدأ معك بأساسيات البايثون، تعطيك بعدين الذكاء الاصطناعي باستخدام المكتبة اللي استخدمت أنا من شوي توري كرييت، والملف اللي وجدتكم إياه هو مأخوذ من أحد الأمثلة اللي عندهم إياها. برأيي ممكن تمشي بهذا التسلسل، ممكن بعدها تنتقلوا للكورس الاختصاص الذكاء الاصطناعي أو التعلم العميق. كمان من كورسيرا عبارة عن 4 دورات أو 5 دورات، كمان دورات رائعة، تبدأ معك من الصفر في البايثون، مو من صفر في البايثون، تبدأ معك من أساسيات البايثون والمكتبات لحتى توصل معك كمان بمثل ما حكينا بمثال السيارة، أنه أتعرف أنا على الأشكال الموجودة قدامي. بتعطيك كمان أمثلة عن معالجة اللغات الطبيعية، بتولد لك كلمات، حتى أحد الأمثلة توليد موسيقى عشوائية. بعده هذا الكورس ما حضرته بس يعني في الخطة المستقبلية اللي حكينا عن صورة نحن الشخص من شوي، إنه هذا الشخص غير موجود، هن شبكات اسمهم GAN. فهذا هي الدورة تحكي عن هالشبكات ضمن 3 كورسات مختلفة. المصدر اللي قبل الأخير هو الكاجل. الكاجل عبارة عن موقع قلبه كتير بيانات داتا سيت او بيانات للذكاء الاصطناعي، بل بكتير شيء جاهز، يعني اكواد بس تنسخ تلصقه بتشغله عندك جاهزه. بنفس الوقت فيك تشغل انت على كاجل نفسها، فيك تشغل اكوادك ما شفنا على جوجل كولاب. هلا هذا الموقع معظم المشاكل اللي عم تواجهني كانت في الذكاء، بلاقي هو بيعطيك شرح لها، بيعطيك كمان ممكن امثله كثير حلوه، يعني الموقع الاخير. وهي هي الدوره او هي هي المحاضره. شكرا لحسن استماعكم، اذا عندكم اسئله او كذا أعطونا أسئلتكم في الشات إذا في وقت. ما بعرف يمان عنده سؤال. أوكي يلا يمان. يمان عنده سؤال كان لأنه رفع إيده، وبعدين اللي بده يرفع إيده رجاء لحتى نعطيكم بالتسلسل. يمان معنا ولا طردها الإنترنت؟ كان مو معنا خالة، طلعت بعتقد، كأنه طلعت قبل شوي كانت عم تسأل. طيب تفضلي مؤمنة لبين ما ترجع يا مان. كان بدي أسأل، من كم يوم شفت فيديو عم يحكوا عن سعر الأراضي بميتافيرس والمحلات والبيوت. ميتافيرس هو ذكاء اصطناعي صح؟ ما عندي فكرة بصراحة، بس الميتافيرس يعني غالبا عم بتم استخدام الذكاء بكل شيء، بس هو الميتافيرس عم بصير إنه واقع افتراضي. هلا ممكن داخله في شيء ذكاء بإنشاء هالأراضي، بإنشاء الواقع أو بمعالجة الصور وهالحكي، بس بشكل عام هو عبارة عن واقع افتراضي، إنه بيت افتراضي، واحد بحط نظارة وبيروح بصير قاعد كأني بالبيت، عم بيروح بتفتل في البيت تبعيته، بيشتري له بيت هنيك مثلا، بروح مثل ما شفت أنا، بروح مثلا اجتماعات، يعني بتقعد أنت على طاولة اجتماع داخل حاطط نظارة على عينك وقاعد طاولة اجتماع معكم أنتم على سبيل المثال، بشيء غير حقيقي. فأنت قدامك طاولة وهمية عم تشوفها بس بنظرك، عم تتخيل انه قدامك طاولة، مع عم تشوف اشخاص اخرين بكاريكاتير يعبر عنهم. هلا انا ما فهمت ليش هالاسعار كتير غالية، وليش عم ينعمل واقع افتراضي، انه ليش شيء مثل المجانين. يا تماما شيء مثل المجانين. صحيح صحيح. في واحد باع بيوته، باع بيت بامريكا، باع بيوته واشترى، عم تحكي على انه واحدة اشترت قطعت شنطة إيد مثلاً $10,000، واحد مدوش اشتري، جنان يعني، جنان. لا صحيح، لنفس المبدأ، مثل ما في ناس تشتري مثلاً مثل شنطة إيد $10,000، أو بيشتروا مثلاً رموز الغير قابل للاستبدال NFT بملايين الدولارات، ففي ناس بتحب يعني هيك شيء. يعني نقول مثل عشان يشوف حاله في المجتمع، أو ما أعرف أسباب ممكن تكون نفسية أكثر يعني، أو اجتماعية يعني. العفو. هيك العافية، عن زاد كتير كانت جلسة ممتعة، من زمان كنت بحب أعرف هالأشياء عن الذكاء الاصطناعي. 100 سلامة، إن شاء الله هيك تكونوا استفدتوا كلياتكم، وإجاكم يعني حماس إنه تكملوا بهي الدورات. الدورات حطيت لكم رؤيها بالروابط، كتير رائعة، يعني كتير كتير رائعة بهالدورات، مع أمثلة عملية يعني
الحلاوه بالدورات هي الوظائف اللي فيها اللي هي عمليه حقيقيه، يعني مو بس نظري ممل. مثل ما قلت لكم معظم الشيء شفناه نحن، تتعرف على الوجه موجود بهي الدوره، وشيء اعقد من التعرف على الوجه، ليس تعرف على الوجه فقط. فبنصحكم زي هيك تحمستوا تبداوا من ثاني دوره وانتم ماشيين، من ثاني رابط. عفوا بس معلش ترجع تبعث لنا روابط الدوره، انا شفت متاخره على. راح ابعث الملف لبنشار اذا بحب ابعث لكم اياه، او ما اعرف شو بتسوي انتم بالضبط. هلا احنا بنسجل، بتقدري تسجلي بتقدري. ممكن تحبوا هلا تاخذوا لقطه شاشه مثلا للروابط، او انا هيك ببعث ملف. انا عملت سكرين شوت اذا بدكم ببعث لكم اياها. نعم ان شاء الله. لو سمحتي حالي لو سمحتي. في شيء سؤال ثاني، استفسار ثاني هيك؟ تحمستوا للذكاء، حابين تشتغلوا فيه ولا لا؟ بلا انا كثير متحمسه بالذكاء الاصطناعي. الذكاء نوعا ما في نقول قسمين، البحث الخوارزميات نفسه وتطويرهم ووجع الراس فيهم، هذا شوي بوجع الراس. بس لا، تطبيقات الذكاء نفسها اللي هي اني انا اخذ شيء جاهز واطبق عليه بيانات من عندي او بيانات انا عندي اياها، هذا شيء ممتع، كثير ممتع، خاصه مع ما قلت لكم المكتبات والشيء السهل متواجد حاليا. اذا ما عندكم اي سؤال اتوقع الجلسه انتهت، ما بعرف اذا في شيء ثاني الشر. لا شكرا، ما في حدا عنده اي سؤال. يلا الله يعطيكم العافيه جميعا، وشكرا لحضوركم. وهيك ممكن قديش اني انا حبيتها اول ما قالوا لي في محاضره من النوع، قلت لهم انا مالي ما دخلني، رح اقدم الجلسه واهرب، بعدين ما قدرت اهرب. فبس اقول لك قديش كنت ممنونه منك. بعدين مشان ما كثير تعتبرني راما اني كيخه وقت ما وقت تحكي معي. بقى هلا بدي اقول انا من فضلك صرت معلمي عن الذكاء الاصطناعي، مالك حكي ابدا معي. يسلم ايديك وكثير الله يعطيكم العافيه يا رب، هيك ويجزيكم خير جميعا. ان شاء الله وان شاء الله لنا لقاءات اخرى معك، يعني ان شاء الله ما نكون تعبناك بشكل نقدر نرجع نشوفك باذن الله. لا ان شاء الله تعالى، كثير استمتعت كمان يعني هيك بالتفاعل منكم جميعا. الله يعطيكم العافيه يا رب. اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه. سلام عليكم. نحن بدنا ندخل على واحد ثاني ولا مشان الاجتماع اللي بعده، يعني بدنا ندخل لحالنا ولا نبقى الشباب اللي معزومين على الاجتماع؟ على الزوم تبعي على الرابط الثاني. ماشي خلص، يلا يلا يعطيكم ألف عافية جميعا، وإن شاء الله لنا أهلين. شكرا جزيلا، إن شاء الله.